كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، فريق التسبيح، كل سنة وانتم مسبحين، كل سنة وانتم مكملين، كل سنة وانتم واقفين وصامدين، كل سنة وانتم مفرحين قلب الرب، كل سنة وانتم بتعلوا راية تسبيح الرب وبتعلموا شعب الرب ازاي يحبه وازاي يكرم اسمه. انا اسمي جون أليشع، ودي على كيتي. زي ما بتقول كده. انا خدمت في فريق التسبيح، كنت درامر من سنة اواخر التسعينات لغاية يمكن 2008. انا مشينا بالجسد ان الرب بعتنا قارة تانية، لكن احنا لسه بنروح معاكو ومكملين معاكو، ودايما بنسمع اخباركو، ودايما انتوا بتصلوا لنا، ودايما احنا بنصلي لكم. والفريق ده كان من اغلى ومن احلى حاجة حصلت في حياتي أنا شخصياً. اتعلمت كتير، ونشكر رب من أجل ناس عمالقة في الإيمان موجودين في الفريق بدون ذكر أسامي، علمونا حاجات كتير، علمونا أمور روحية، وعلمونا كمان أمور اجتماعية وجسدية. منها مثلاً الفشل في التحضير هو التحضير للفشل. طبعاً أنتوا كلكم عارفين مين بتكلم عليه، بس يعني أنا مش هقول بقى. من قلبي بباركم، من قلبي بشجعكم. خدمة التسبيح هي من أعلى وأكرم الخدمات، إن أنتوا تكونوا مسؤولين عن خدمة اسم الرب وإعلاء رايته. ربي يبارككم ومن مجد المجد، ودايماً حاملين حضوره مش على المنبر بس، لكن في حياتكم في الشارع قبل المنبر. ربي يبارككم. سلام الرب معاكم.